بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلما أقبلت ليلة النصف من شعبان كثرت أسئلة السائلين عن فضل هذه الليلة وما جاء فيها من الأحاديث وما ورد في إحيائها بالعبادات ونحو ذلك من التساؤلات التي يتعين الجواب عنها ببيان الحق في كل ذلك بأدلته. فأقول وبالله التوفيق، قد ورد في فضل هذه الليلة أحاديث، منها ما أخرجه ابن حبان في صحيحه والطبراني في الكبير من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وأخرجه ابن ماجه في سننه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وهذا الحديث أصح ما ورد في فضل هذه الليلة، فقد صححه ابن حبان في صحيحه والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. ومنها ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت فإذا هو بالبقيع رافعا رأسه إلى السماء، فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فقلت: يا رسول الله، ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وهو حديث ضعيف ضعفه الإمام البخاري رحمه الله، كما نقل ذلك عنه الترمذي رحمه الله في جامعه. ومنها ما أخرجه البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبرائيل عليه السلام فقال: هذه ليلة النصف من شعبان، ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم بني كلب، لا ينظر الله فيها إلى مشرك ولا إلى مشاحن ولا إلى قاطع رحم ولا إلى مسبل ولا إلى عاق لوالديه ولا إلى مدمن خمر. وهو حديث ضعيف جدا في إسناده راويان متروكان. ومنها ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين، مشاحن وقاتل نفس. وإسناده ضعيف لأن فيه ابن لهيعة. ومنها ما أخرجه ابن ماجه في سننه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كانت ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. وهذا حديث ضعيف، وحديث علي رضي الله عنه أيضا: من صلى 100 ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 10 مرات إلا قضى الله له كل حاجة إلى آخره. قال الشوكاني رحمه الله: هو موضوع وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه ورجاله مجهولون. وقد روي من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل. وقال في المختصر: حديث صلاة نصف شعبان باطل. ولابن حبان من حديث علي: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها ضعيف.
وقال الشيخ الألباني رحمه الله موضوع، وقال السيوطي في اللآلئ 100 ركعة في نصف شعبان بالإخلاص 10 مرات مع طوله، للديلمي وغيره موضوع، وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل وضعفاء. قال 12 ركعة بالإخلاص 30 مرة موضوع، 14 ركعة موضوع. وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب الإحياء وغيره، وكذا من المفسرين. وقد رويت صلاة هذه الليلة، أعني ليلة النصف من شعبان، على أنحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة، على أن حديث عائشة هذا فيه ضعف وانقطاع، كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلها لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة على ما فيه من الضعف. فتحصل من ذلك أن الأحاديث الواردة في فضل هذه الليلة جلها ضعيف لا يحتج به، أو موضوع مخترع لا أصل له. ويستثنى من هذا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند ابن حبان والطبراني، فقد صححه ابن حبان رحمه الله والعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمهم الله، كما تقدم في مطلع هذا الحديث. لكن غاية ما دل عليه هذا الحديث أن لهذه الليلة فضلا، ولكن ليس فيه ما يدل على مشروعية إحيائها كما هو واضح بين، بل نص كثير من العلماء على إنكار ذلك والحكم عليه بالبدعة، كما نقله العلامة الحافظ ابن رجب حيث قال: وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وأنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا ذلك كله بدعة، انتهى. وقال الإمام النووي رحمه الله: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي 12 ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة، هاتان بدعتان منكرتان لا يغتر بذكرهما في بعض المصنفات ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن رجح أن لهذه الليلة فضلا وأنه كان من السلف من يصليها، قال بعد ذلك: لكن اجتماع الناس فيها لإحيائها في المساجد، أي كما كان يفعل خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما، بدعة. فإن إثبات الفضل لهذه الليلة لا يقتضي تخصيصها بعبادة دون غيرها، فإن يوم الجمعة وليلته مع فضلهما العظيم الذي وردت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيصه بصيام أو تخصيص ليله بقيام، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فلو كان تخصيص شيء من هذه الليالي جائزا لكان تخصيص ليلة الجمعة أولى بذلك. أما الليلة المباركة المذكورة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، فهي ليلة القدر عند جمهور أهل العلم كما قال ابن رجب رحمه الله، بدليل قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والقرآن يصدق بعضه بعضا،
ويفسر بعضه بعضا. فاللهم اجعلنا من المستمسكين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، العاضين عليها بالنواجذ، المبتغين الوسيلة بها إلى رضوانك وغفرانك. وإلى اللقاء في الحديث القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.